يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب الودود الولود الحسيبة. وذات الدين يا أخوانا يعني إحنا بنشترط لها شرط بسيط جدا ومهم جدا في نفس الوقت، أن تفعل الواجبات وتترك المحرمات، هي دي ذات الدين. بتشوف ربنا نهى عن إيه ما بتعملوش، وشوف ربنا أمر بإيه وبتلتزم بيه. مش لازم يكون لها صفات معينة أو تكون طالبة علم أو تكون يعني داعية إلى الله، دي أشياء طيبة، لكن الأساس أن ذات الدين بتفعل الواجبات، بتخاف من ربنا فبتأدي ما أمر الله به وتنتهي عما نهى الله عنه. ده الأساس في اختيارنا للزوجة، أو بتعلم أولادك إزاي يختاروا الزوجة النافعة. والحسب طبعا لما تكون من حسب، والحسب يعني الشرف، من عائلة ذات شرف، ده شيء طيب. الودود، قلنا الودود يعني ايه؟ اللي بتتودد الى زوجها بالكلام الطيب، تشوفه زعلان تقول له كلام طيب، مش كلام دبش، مش كلام مزعج، مش تتعمد استفزازه، دي كلها من صفات الزوجة غير الصالحة، اللي هي تجعل نفسها ندا مع زوجها، والكلمة بكلمة وترد وتعلي صوتها، وكل الكلام ده لا يتناسب مع صفات الزوجة الصالحة. الولود، ودي نعرفها منين؟ نعرفها عن طريق أمها خالتها، تكون العائلة يعني بتخلف، فيستحسن إن الإنسان ينتقي إن المرأة تكون من عائلة ذات أولاد يعني ما عندهمش مشاكل في الخلفة، علشان زي ما انتم عارفين بتحصل مشاكل وممكن طلاق نتيجة عدم الخلفة. الحسيبة يعني من الحسب يعني من الشرف زي ما قلنا. وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. دي بقى النقطة، دي احنا عندنا أخطاء كتيرة فيها إلا ما رحم الله. اولا هي خطبة امرأة ولا خطبة امرأة؟ بتتقال ازاي؟ بتتقال خطبة، انما الخطبة دي ايه؟ خطبة الجمعة، خطبة العيد، انما الخطبة اللي هي ان تطلب المرأة للزواج. يبقى عندنا خطبة وعندنا خطبة، وخطب يخطب لما بيخطب الخطبة، وخطب يخطب لما بيطلب المرأة من وليها. طيب أنا دلوقتي سألت عن واحدة وقالوا لي الإنسانة دي كويسة وعايز أشوفها بقى، ما عندناش في الإسلام إلا قصة حب تبقى قبل الزواج ويمسكوا إيدين بعض ويحبوا في بعض، كل الكلام ده باطل وحرام وعشق محرم، وكمان حتى من الناحية العقلية يا أخوانا مش صح. ليه؟ لما أنا بحب واحدة بتعامى عن عيوبها، لأن العاطفة هي المسيطرة، ليه بحبها فمش شايف عيوبها، فبتقدم ليها وبتجوزها، ولما عاصفة الحب دي بتهدأ ببتدي أتبين عيوبها، لا دي شكلها كذا، دي فيها عصبية، دي فيها مشاكل معينة، فيبتدي يندم. ليه؟ لأن كان زي مشلول العقل نتيجة الحب. الإسلام قال لك مفيش حب في الخطوبة. ليه؟ طبعا الاعلام صور لنا ان ده زواج، يعني ازاي يعني ما فيش حب، لازم يكون في حب والكلام ده. لا يا اخوانا، العاقل اللي يختار بناء على عقله لا على عاطفته، لان انا هانشئ اسره وكيان، فلازم اختار صح وبعد ذلك ياتي الحب، لان انا اخترت انسانه لها مواصفات تتحب فحياه الحب يقينا. إنما اللي أنا بقى أعشق بنت الجيران أو بنت في الجامعة ونقعد نحب في بعض ونعصي ربنا طبعا لأن في مخالفات شرعية، وبعد كده الجواز بيبقى جواز فاشل غالبا. طيب أنا ما لقيت الطريق الشرعي للزواج، بتسأل عن امرأة صالحة، أخت واحد صاحبك، أخت واحد جارك، حد بيقولك عنها امرأة صالحة. طيب أعمل إيه؟ طب عايز أشوفها، ما شفتهاش، ده انا سمعت عنها او شفتها كده طيار يعني ما اخدتش بالي، لازم اشوفها. واذا وقع في قلبه خطبه امراه، بس انت بقى راجل جاهز مش جاي عمال تتفرج على الستات يعني،
إنما راجل جازنة وتخطب وتتجوز، فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. اسمع بقى الكلام ده، الست لما تيجي أنت ولي أمر المرأة اللي الراجل جاي يخطبها وهي محجبة، مدام هو جاد في خطبتها ممكن تطلع بشعرها ويشوف إيديها ويشوف وشها ويشوف شعرها ويشوف قدميها، ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. ليه؟ لأن الست وهي لابسة حجاب ما بتبقاش حلوة زي ما بتبقى بشعر. وعشان كده ناس تقول لك بصي يا بنت تبيتي أحلى بالحجاب. إزاي يعني؟ الحجاب عمره ما يخلي المرأة أحلى، الحجاب بيضيق أو بيقلل مفاتن المرأة. وعشان كده ربنا فرض الحجاب إن المرأة ما تبقاش فاتنة وجميلة، وده يقلل من بواعث الشهوة ونحو ذلك. فالمرأة لما تبقى محجبة اخوانا بالله عليكم ما بتبقاش يعني جذابة. عايز تقولي ان البنت اللي الراجل جاي يخطبها تطلع بشعرها؟ نعم، ده في الاسلام نعم، بس بشرط ان يكون الرجل جاد في الطلب، مش جاي يتفرج على نساء المسلمين. مدام جد طبعا الاباء يقولك لا، او بعض الاباء ما عندناش، يشوف صورتها. احسنت. في بقى يقولك ايه، يشوف صورتها فيخلي المصوراتي هو اللي يشوفها ويصورها، اللي هو الغريب اللي مش هيخطبها عشان فاكر ان دي من الغيره. لا، الغيره ما تجيبش صور، انما هي تقعد ويشوفها ويقرر يكمل في هذه الخطبه ام لا. لما يطلع من عندهم ما يقولش اللي شافه، طبعا دي امانات. ولا يحل للرجل ان يخطب على خطبه اخيه المسلم. عرفت ان فلان راح يتقدم، شوف الاسلام ما ينفعش خلاص، ما دام قبله خطبته ما قالوش بقى ده انا اكثر ثراء، ده انا عندي شقه جاهزه، ده انا عندي عربيه، ان الراجل اللي جالكم ده راجل فقير وكحيان فانتوا يعني، وزغلل عينيهم، ده حرام. لان فعلا عينيهم ممكن تتزغلل ويقبلوك ويرفضوا الراجل اللي انتوا قبلتوه في الاول. فلا يجوز ذلك لما فيه من اثاره البغضاء والشحناء بين المسلمين. حتى يأذن أو يترك. ممكن يقول لك والله خلاص أنا تقدمت وأنا مش هخطب البنت دي، اتفضل حضرتك ممكن تخطبها. أو يترك، خلاص أنت عرفت إن هو اترفض أو هو اللي رفض، خلاص في الحالة دي أنت تتقدم مفيش مشاكل. ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا. المعتدة من وفاة أو من طلاق، امرأة في عدتها، فما تجيش وهي في عدتها جوزها متوفي ولسه في العده وتقول لها ايه انا هتجوزك، خلصي بس العده وانا هتجوزك، ده حرام. ليه حرام؟ مين يقول لي ليه؟ هي في العده بقول لها لما تخلصي العده هتزوجك. حرام ليه؟ ما مش هتجوزها في العده، هيتجوزها بعد ما تخلص. بس حرام في الشرع اللي انت تصرح وتقول هخطبك واتجوزك بعد ما تنتهي العده. ليه؟ ماشي، ما في العده، ما هو بيقول لها بعد العده هتجوزك. لا يا اخوان، عارفين ليه؟ علشان المراه ممكن تجذف في العده، تقول لك لحسن العريس يطير، فهي 4 أشهر و10 تقول لك انا خلصت وهي ما خلصتش، فده يحملها على الكذب في العده فيحصل زواج في العدة فتحدث مفاسد وأضرار. لا، دي قضية تانية، ما احنا هنقولها لو انت تابعت الدروس واحدة واحدة. امال ايه اللي يجوز؟ او طبعا لو عد من طلاق بيبقى لا يجوز. يلا اخر حاجة بقى يا اخوانا، ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت او غيره. ممكن اعرض بالخطبة، يعني ممكن اقول لها انا لا وخلاص اتجوزها، فأقول لها إيه؟ لما تخلص العدة تبقى تبلغيني. ده اسمه تعريض مش تصريح، مش هتجوزك. أو يقول لها أنت إنسانة أي حد يتمناكي، أو أنا بفكر بدور على زوجة صالحة. دي كلها اسمها إيه؟ تعريض وليس تصريحا. في خطبة البائن ما ينفعش ولا بقى لما، على فكرة يا إخوان، لما تكون واحدة مطلقة
هي ممكن ترجع لزوجها، ممكن يردها، فدي ما ينفعش لا تعرض ولا تصرح، لان هي ممكن ترجع لزوجها في اي وقت. انما عشان كده قالك في خطبة البائن، واحدة جوزها مات خلاص لا يمكن لترجع له تاني، مات، او واحدة اطلقت 3 مرات بس لسه في العدة في الطلقة الثالثة، دي لا يمكن ترجع لزوجها، دول بس اللي ممكن تعرض بالايه بالخطبة، لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتيني نفسك ونحوها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.